هذا إمام تأخر عن الجماعة فتقدم أحد الجماعة وصلى بهم ثم حضر الإمام، فهل عليهم إعادة الصلاة؟ الجواب ليس عليهم إعادة الصلاة لأنهم صلوا صلاة صحيحة. أما لو أنهم لو صلوا قبل أن يأتي موعد الإقامة فهنا قد نقول إنه يلزمهم الإعادة لأنهم تعدوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لكن ما دام الوقت قد فات وتأخر عليهم فإن صلاتهم صحيحة. لكن في المستقبل إذا تأخر الإمام فالذي ينبغي أن يراجع يذهب إليه في بيته ويقال احضر، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تأخر النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا إلى بيته وقالوا الصلاة يا رسول الله ثم يخرجوا ويصلي. أما كون إذا تأخر 5 دقائق 10 دقائق صلوا فهذا يحصل في الفوضى، والإمام الراتب له حق في إمامته في هذا المسجد.